بسم الله الرحمن الرحيم. مظاهرات اليوم اثبتت انها مظاهرات غير تابعه لاي احد من الاحزاب سواء امريكا او ايران، مثل اي اجنده غير اجنده الشعب العراقي الحر. اثبت الشعب اليوم انه شعب غير تابع وما عنده ولا اي احد. اما بالنسبه للسياده اللي يدعون انها انتهكت، فالسياده اللي يمثلها المتظاهرين ما يمثل الساسه اللي هم اللي كانوا سبب في ضياع هذه السياده من قبل الولايات اللي كانوا يتبعوها سواء لايران او لامريكا. طالعين مظاهره سلميه لدان الاحتداء الامريكي الايراني في العراق، عدم الانتهاكات الايرانيه في العراق. شيء ثاني، اقاله الحكومه الفاسده التي عبثت بالشعب العراقي من عام 2004 لغايه 2019. تغيير الوجود الفاسده. احنا طالعين مطالبنا معروفه. احنا ضد العدوان. احنا ما نريد اي شخص يتدخل بينا من الدول المجاوره. لا ايران ولا امريكا ولا احد. احنا نريد رئيس وزراء عراقي خالص خالص عراقي يعني مخلص. هويته عراقيه، يكون ولاء للوطن 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 وللشعب. احنا نريد وطن يعني عامر يعني بايش افسر لك؟ نريد عراقي، ما نريد جاي منا ويخلوه. ما نريد واحد لاي حزب ينتمي. الاحزاب الفازه ما نريدها، دمرتنا وتعبتنا وشتتتنا وقاعد تقتل بينا. واحنا نعرف من الطرف الثالث، نعرف كل الزياد الطرف الثالث اللي هي ايران والاحزاب والسياسيين والميليشيات. خوف بعد ماكو، ما خاف، دوسوا على جسمنا. باعوا بدي اقول لكم مثل الاجانب انتوا، ايران امريكا غير امريكا، العراق للعراقيين بس.